بمعنى وكالة أنباء أمريكية. أول شيء بنشكرها وبنشكر الأمريكان، لأن الأمريكان ناس طيبين وتعاملوا معنا بشكل طيب محترم، بدونا رغيف خبز وبدونا ساندويش، وبدوا الإسرائيليين صاروخ ودبابة وطيارة. أطفالنا هذول الموجودين، هذا كمان 10 سنوات 15 سنة بده يصنع قنبلة ذرية في بيته ويمحي إسرائيل كلها. ليش؟ شاف أبوه بموت قدامه، شاف عمه بموت مستشهد قدامه، شاف أهله بيته مسبوك. هذا بده يعيش في خيمة من الآن 10 سنوات عشان ما يلاقيش له أكل وشرب، الطفل الصغير هذا. فكيف بدنا نخلي نرفع الكراهية والعقد من قلوب أطفال زي هذولا؟ كيف نرفعها بأي أسلوب إن كان؟ قولوا لي أنتم كيف بدنا نرفع نخلي طفل زي هذا نرسم على وجهه بسمة، ندنا نجيب له صاروخ ونقتله، نجيب له رغيف خبز نضحك عليه؟ لا بنضحكش عليه. مين بده فيكم خبز أمريكي يا شباب يا أطفال يا صغارة؟ أوباما بعت لكم، أوباما بعت لكم بلالين صغارة، بدكم ياهن؟ لا، لأن ما جابش بسمة على وجوهكم، ما جابش بسمة على وجوهكم. ايش اللي بتفكروا يعني؟ هذا هي رسالتي انا للشعب الامريكي، للامريكان، للعالم كله. وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل ما ظلمنا نحن الشعب الفلسطيني. بعدين الشعب الفلسطيني مش شعب ارهابي، الشعب الفلسطيني شعب حضاري.